السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب الصف الرابع، نلتقي بكم مجددا في درس من دروس الرياضيات بعنوان المتتاليات العددية الجزء الأول. سنتعلم في هذا الفيديو استعمال قاعدة لإنشاء وتوسيع نمط عددي وتحديد سماته التي لم تشر إليها القاعدة. التمهيد: في هذه الفقرة عزيزي الطالب سوف نستكشف كيفية إنشاء وتوسيع نمط عددي. انظر إلى القواعد وأعداد البداية أدناه. ما الأعداد الستة التالية في كل نمط؟ عندما تستعمل جدولا لتنظيم عملك فإنك تقوم بالنمذجة. ما عدد البداية في النمط الأول؟ أحسنت، 18. وما هي القاعدة المستخدمة في هذا النمط؟ أحسنتم، إضافة 3. والآن كيف سوف نجد الأعداد الستة التالية في هذا النمط؟ جزاكم الله خيرا، باستخدام قاعدة إضافة 3. ما هو العدد التالي للعدد 18؟ ممتاز، سنضيف 3 ينتج 21. ولكن كيف سنجد العدد التالي للعدد 21؟ ممتاز، بإضافة 3 ينتج 24. ثم نضيف للعدد 24 3 فينتج، أحسنتم، 27. ثم إضافة 3 للعدد 27 فماذا ينتج؟ أحسنتم، 30. ثم إضافة 3 للعدد 30 فينتج، ممتاز، 33. وأخيرا إضافة 3 للعدد 33، أحسنتم، ينتج 36. وبذلك نكون قد أوجدنا الأعداد الستة التالية في هذا النمط. والآن ننتقل إلى النمط الآخر. ما هو عدد البداية في هذا النمط؟ أحسنتم، 40. وما هي قاعدة النمط؟ جزاكم الله خيرا، طرح 4. كيف سوف نوجد الأعداد الستة التالية في هذا النمط؟ أحسنتم، باستخدام قاعدة طرح 4. كيف سوف نجد العدد التالي للعدد 40؟ أحسنتم، بطرح 4 من العدد 40 ينتج، أحسنتم، 36. ونطرح 4 من العدد 36، أحسنتم، 32. ومن ثم نطرح 4، جزاكم الله خيرا، 28. ومن ثم نطرح 4، أحسنتم، 24. ومن ثم نطرح 4، ممتاز، 20. وأخيرا سوف نطرح 4، إجابة صحيحة، 16. وبذلك نكون قد أوجدنا الأعداد الستة التالية في هذا النمط. وبذلك نكون عزيزي الطالب قد توصلنا إلى كيفية إنشاء نمط وتوسيعه باستخدام قاعدة. مثال صفحة 332. في هذه الفقرة عزيزي الطالب سوف نجيب على السؤال الأساس: كيف يمكنك استعمال قاعدة لإكمال نمط؟ تتبع أرقام المنازل في شارع ما قاعدة إضافة 4 إذا تتابعت الأرقام وفق نفس النمط، فما أرقام المنازل الثلاثة التالية؟ حدد سمة للنمط. يمكنك استعمال خط الأعداد ليساعدك على فهم المسألة وإيجاد أرقام المنازل الثلاثة التالية. القاعدة عبارة رياضية توضح العلاقة بين الأعداد أو الأشكال في أحد الأنماط. ما القاعدة المتبعة لإيجاد أرقام المنازل؟ ممتاز، قاعدة أرقام المنازل هي إضافة 4. سنستعمل خط الأعداد لإكمال النمط. الآن ما رقم المنزل الأول؟ أحسنتم، 16. ولكن كيف سنوجد أرقام المنازل الثلاثة التالية؟ ممتاز، باستخدام القاعدة وهي إضافة 4.
نبدأ برقم المنزل الأول 16 ونضيف إليه 4، فيكون رقم المنزل التالي له هو 20 كما يظهر على خط الأعداد. ثم نضيف 4 إلى رقم المنزل 20 فنحصل على رقم المنزل التالي وهو ممتاز 24. ثم نضيف 4 إلى رقم المنزل 24 فنحصل على رقم المنزل التالي له وهو، أحسنتم، 28 كما يظهر على خط الأعداد. إذن أرقام المنازل الثلاثة التالية هي 20 و24 و28. اذكر سمات النمط. لبعض الأنماط سمات غير مذكورة في القاعدة 16 20 24 28. نلاحظ هذا النمط جيدا. أحسنتم، نلاحظ أن جميع أرقام المنازل أعداد زوجية، حيث أن الأعداد الزوجية يكون رقم أحادها إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. وهناك سمة أخرى. أحسنتم، أن جميع أرقام المنازل هي من مضاعفات العدد 4، حيث إذا بدأنا بالعدد 4 وقمنا بإضافة 4 ينتج 8 ثم 12 ثم 16 ثم 20 ثم 24 ثم 28، وهذه الأعداد من مضاعفات العدد 4. مثال آخر، صفحة 333. في شارح آخر تتبع أرقام المنازل قاعدة طرح 5، ما أرقام المنازل الثلاثة التالية؟ حدد سمة للنمط. تتبع بعض الأنماط قاعدة الجمع في حين تتبع أنماط أخرى قاعدة الطرح. رقم المنزل الأول 25، لكي نوجد رقم المنزل الذي يليه نستخدم قاعدة طرح 5، نطرح 5 من 25 فينتج ممتاز 20. ولكي نوجد رقم المنزل الذي يلي رقم المنزل 20، نطرح 5 من 20 فينتج ممتاز 15. ولكي نوجد رقم المنزل الذي يلي رقم المنزل 15، نطرح 5 من 15 فينتج، أحسنتم، 10. إذن أرقام المنازل الثلاثة التالية هي 20 و15 و10. والآن ما سمة النمط؟ أحسنتم، جميع أرقام المنازل هي من مضاعفات العدد 5، ولكن ما الذي يميز مضاعفات العدد 5؟ أحسنتم، هو أن منزلة الآحاد إما 0 أو 5. وبهذا أعزائي الطلاب قد نكون أجبنا على السؤال الأساس، كيف يمكنك استعمال قاعدة لإكمال نمط؟ ننتقل إلى تدرب موجه صفحة 333. أعزائي الطلاب، قد حان دوركم لتعبروا عن فهمكم بحل التمرين 1 وتطبقوا فهمكم بحل التمرين 2. أوقف الفيديو لحل التمارين. الإجابة: عبر عن فهمك، برر منطقيا، استخدم سلطان قاعدة إضافة 2، بدأ بالعدد 4 ثم كتب الأعداد التالية، أي الأعداد لا ينتمي إلى نمط سلطان؟ وضح إجابتك: الأعداد 4 6 8 9 10 12. الحل: سنتحقق من أعداد سلطان باستخدام قاعدة النمط إضافة 2. ممتاز، والآن 4 زائد 2 يساوي 6. 4 هو العدد الأول في النمط و6 العدد التالي له. ولكي نجد العدد التالي ل6 سنقوم بإضافة 2. ممتاز، يساوي 8. 8 موجودة في النمط، سنقوم بإضافة 2. ممتاز، 10 موجودة في النمط،
سنقوم بإضافة 2. ممتاز، 12 موجودة في النمط. والآن أي الأعداد لا ينتمي إلى نمط سلطان؟ أحسنتم، إذن 9 لا تنتمي إلى نمط سلطان. إجابة طبق فهمك. أكمل النمط، حدد سمة للنمط. تمرين 2، اطرح 6. 48 طرح 6 يساوي 42، ومن ثم نطرح 6 من 42. ممتاز، يساوي 36، ومن ثم نطرح 6 من 36. أحسنتم، يساوي 30. نطرح 6 مرة أخرى يساوي 24. والآن كيف سنجد العدد التالي لأربعة وعشرون؟ ممتاز، سنطرح من 24 6 باستخدام القاعدة يساوي، أحسنتم، 18. والعدد التالي سنقوم بطرح 6 من 18، أحسنتم، يساوي 12. وسنقوم بطرح 6 من 12، أحسنتم، يساوي 6. والآن ماذا تلاحظون؟ ما سمة النمط؟ أحسنتم، سمة النمط جميع الأعداد هي من مضاعفات العدد 6. كما تلاحظون 6 و 12 و 18 و 24 و 30 و 36 و 42 و 48 جميعها من مضاعفات العدد 6. أعزائي الطلاب، تأكدوا من إجاباتكم جيدا. تدربوا في المنزل. الواجب رقم 1 و 2 صفحة 335. أعزائي الطلاب، نتمنى لكم التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.